والأمن والإياس والنعم والآمن عند الإسلام. الأراد منك أن تسير إلى الله وتجمع في سيرك إلى الله بين الخوف والرجع، تجعلهما كجناحي الطائر، لأن الطائر لو كان لديه جناح أقوى من آخر سقط. نعم. وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. نعم، لابد أن نسير إلى الله بين الخوف والرجع. ولا يفعل العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. جحود، نسأل العافية والسلام، نقيم عليه الحجة وتنتفي عنه الشبهة، ويحكم عليه كبار العلماء والقضاة الشرعيين بالكفر. نعم. والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. يقول هذا يشرح الكلام المتقدم. والإيمان عندنا قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل القلب وعمل الجوارح يزيد وينقص، مفهوم؟ إذن نقول هنا ذكر العمل وذكر كذا، ونقول أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل القلب الخوف الرجاء المحبة وعمل الجوارح الصلاة الصيام يزيد وينقص. نعم، هذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة. لابد في تعريف الإيمان من في تعريف من أمور خمسة، أما أركان الإيمان ستة سيذكرها بإذن الله. نعم. وأن جميع ما أنزله الله في القرآن وجميع ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. نعم، يعني ما نرد حرف واحد مما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. الإيمان يتفاضل فيه الناس. نعم، والآن الله سبحانه وتعالى ذكر فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، الدرجة الأولى النبيين، ثم الدرجة الثانية الصديقين، ثم الشهداء، ثم الصالحين. الناس يتفاوت. نعم. نعم، ذكرنا هذا أسباب زيادة الإيمان وأسباب نقص الإيمان. نعم. الولاية أولياء انقسموا والله أعلم إلى قسمين، أولياء الرحمن صلى الله عليه وسلم وأولياء الشيطان. من هم أولياء الرحمن؟ الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من كان مؤمنا تقيا كان لله ولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني جمعوا بين الإيمان والتقوى، لا إيمان ولا تقوى من أولياء الشيطان. ينام بين القبور، يشرب الخمور، يزني ويسرق، ولا يصلي ولا يصوم ولا يستنزه من بوله، ولي لا شك والله في ولايته، لكن من أولياء الشيطان. نعم. والإيمان بالله وملائكته. أذكر لك الآن أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بوجود الله، ودل على وجود الله سبحانه وتعالى العقل والحس والفطرة والشرع. أن تؤمن بالله وملائكته ذكرنا، وكتبه ذكرنا، ورسله ذكرنا، واليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإيمان باليوم الآخر يتضمن بكل ما يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، خروج الروح سيأتي من كلام المؤلف، وقبض الملائكة لها، صعود الأنبياء إلى السماء، عودة الأنبياء إلى الجسد، تفتح وتغلق لها أبواب السماء. يسأل عن أسئلة القبر الثلاثة: من ربكم؟ ما دينكم؟ النبي؟ البعث والنشور والجزاء والصراط والجنة والنار والشفاعة والحوض، كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر. السادس والأخير من أركان الإيمان: الإيمان بالقضاء والقدر. له مراتب أربع: علم وكتابة ومشيئة وخلق. نعم. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحره ومره وحره وكله من المقدمات تعالى.